أيضا يرى بوضوح حجم التقدم الهائل الذي حققته الوثيقة السورية في مجالات الحقوق والحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، وأيضا النص لأول مرة بوضوح على إلزام البرلمان المقبل بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية. وإذا يعتقد التيار الشعبي المصري أن الوصول إلى دستور يحقق أهداف وطموحات الثورة بشكل كامل يحتاج إلى مزيد من النضال الديمقراطي، خاصة من خلال برلمان يستكمل بتشريعات ثورية دعم الجوانب الإيجابية في مجال الحريات والعدالة الاجتماعية ويعالج الجوانب السلبية ويقيد مخاطرها. والتيار الشعبي المصري وهو يدعو جماهير شعبنا العظيم في إطار حملته التي سيبدأها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر سلسلة من الندوات والمؤتمرات والمطبوعات تحت شعار اقرأ دستورك، إلى النزول للتصويت بكثافة في الاستفتاء على الدستور كخطوة أولى على طريق دستور كامل لثورة مصر العظيمة، وندعو المصريين للتصويت بنعم كخطوة أولى وإن لم تكن مكتملة على طريق الثورة وخطوة في إطار خارطة طريق 30 يونيو. إن دعوتنا للمشاركة الكثيفة في الاستفتاء على الدستور وعدم الخضوع لحملات تخويف المصريين التي تمارسها قوى العنف والإرهاب هو بمثابة دلالة متجددة على حيوية الشعب المصري وأنه وحده القائد والمعلم وصاحب الإرادة والقرار. ويؤكد أيضا التيار الشعبي أنه يقف بقوة مع الشعب المصري ضد حملة الإرهاب في سيناء التي أسقطت المئات من شهداء الجيش والشرطة المصرية، ويدين بشدة تحول العديد من المظاهرات إلى العنف واستخدام القوة، إلا أنه في الوقت نفسه يشدد على ضرورة احترام السلطات العامة خاصة الأمنية لحق التظاهر السلمي للمواطنين المصريين، ويسجل رفضه الكامل للممارسات القمعية التي تستخدمها هذه السلطات ضد المتظاهرين السلميين المحسوبين على معسكر الثورة وطليعتها في 25 يناير و 30 يونيو الذين تظاهروا ضد قانون التظاهر الذي رفضه بشكل قاطع التيار الشعبي وقوى وطنية وثورية متعددة. وهذا القانون هو أحد المؤشرات التي عبرت عن الأداء السلبي العام للحكومة المصرية الحالية التي جاءت بعد 30 يونيو أقل بكثير من توقعات شعبنا الذي لم يبخل بأي تضحية طلبت منه، وأقل بكثير من الاختيارات الثورية التي طرحتها ثورة 25 يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني.